هذا وتضمنت الوثائق المسربة عن الهلال الأحمر الإماراتي توجيهات لمسؤولين إماراتيين بإيقاف المخصصات المالية لألوية تهامة الرافضة للانضمام إلى القوات المشتركة بقيادة طارق صالح في الساحل الغربي. وشددت الوثائق على ضرورة إضعاف ما تبقى من القوات والألوية العسكرية التي تتبع الرئيس هادي في باب المندب وتفريقها، إضافة إلى الاستمرار في تقديم المكافآت والحوافز لضباط الألوية لحثهم على الانضمام إلى القوات الموالية للإمارات وإشراء أكثر من 120 منزلا للقيادات والضباط الموالين لأبو ظبي في الساحل الغربي وتعز. كما كشفت الوثائق المسربة عن تدريب الإمارات أكثر من 360 عنصرا استخباراتيا في محافظات مأربة وشبوة وأبين وتعز للمهام الخاصة بالوحدات الاستخبارية التابعة لأبو ظبي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 30 امرأة في العمل الاستخباراتي باليمن.